بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. السامري. السامري واحد من بني إسرائيل، صاحب علوم ومعارف كتيرة متعددة ومتنوعة، ماكر خبيث جدا، وزي ما قلت لحضراتكم كان رجلا من بني إسرائيل، اسمه موسى ابن ظفر ابن سامر، نسبه إلى جده سامر. كان صاحب علوم ومعارف كثيرة جدا ومتنوعة جدا، وكان صاحب ذكاء ودهاء، وكان يعلم إن بني إسرائيل أصحاب نفوس ضعيفة، وإنه الإيمان لم يكن متجذر في قلوب بني إسرائيل. وكذلك يعرف السامري إنهم كانوا ذو جهالة، يعني ما كانش عندهم الثقافة المكينة اللي تصون عليهم عقيدتهم من الانحراف والزيغ. ولما ذهب سيدنا موسى عليه السلام لميقات ربه، كان أخبر قومه قبل ما يمشي عن غيبته، إن هو لن تطول الغيبة بتاعت موسى أكتر من 30 يوم، مع مسافة الطريق إلى جبل الطور ذهابا وإيابا. فلما أمر سيدنا موسى عليه السلام، أمره الله تعالى إنه يزيد 10 أيام أخرى للتعبد والصوم، لأن ربنا كان أمره إنه ينقطع للعبادة والتبتل والصوم، من ضمنها الصيام في 30 يوم، وزاد ل10 كمان، فبقوا 40 40 ليلة. فطالت غيبة سيدنا موسى على بني إسرائيل، وبدأ بني إسرائيل يستبطئ سيدنا موسى، يقول هو فين، هو اتأخر ليه، ده أخد وقت، ده كان قايل 30 يوم أو 30 ليلة. في الوقت ده انتهز الماكر السامري غيبة سيدنا موسى عليه السلام عن قومه، وقومه بني إسرائيل دول يا دوبك هو كده يعني ايه واقف جنبهم، وكل ما يعني يختفي شوية عنهم يرجعوا تاني للانحراف عن التوحيد. فهو استغل غيبة سيدنا موسى
وجد ان الوضع دلوقتي فرصة قوية جدا عشان يقود بني إسرائيل وتكون له الزعامة والوجاهة عن طريق انه يوحلهم في الوثنية من جديد اللي بدأ يدعو إليها ويعيد بني إسرائيل إليها. لأن لو نفتكر أنه بنو إسرائيل اللي لما عبروا مجرد بس ما عبروا البحر قالوا لموسى بعد عبورهم البحر يا موسى مروا على أقوام كانوا يعكفون على أصنام لهم فما راح قايلين لسيدنا موسى يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وكانت الأوثان اللي مروا عليها دي لما وجدوا الأقوام يعكفون عليها ويعبدونها من دون الله كانت على شكل البقر. الموضوع ده علم في دماغهم يعني. وساعتها كان معاهم سيدنا موسى ولامهم نبي الله موسى ووبخهم وقال لهم إنكم قوم تجهلون. كان في الوقت ده سيدنا موسى معاهم موجود معاهم يقدر يزجرهم يمنعهم من أي حماقة أو نكوص أو رجوع عن التوحيد كما صنع هو معاهم لما طلبوا منه هذا الطلب الغبي بأن هم يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. بعد كل المعجزات وبعد ما لاقى سيدنا موسى ملاقى عشان يستنقذهم من فرعون إلا إنهم عايزين يعكفوا على أصنام يعبدونها من دون الله كما رأوا هؤلاء الأقوام الذين كانوا يعكفون على أصنام لهم يعبدونها من دون الله. قال لهم إنكم قوم تجهلوا. عشان كده سيدنا موسى قبل ما يمشي تركهم في أمانة مين؟ تركهم في أمانة أخوه سيدنا هارون عليه السلام اللي جعله سيدنا موسى خليفة على قومه من بني إسرائيل عشان سيدنا موسى يذهب هو لميقات ربه. قال تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فموصيه جدا سيدنا موسى وهو يعلم أن بني إسرائيل متأرجحين في العقيدة، يعني قلة جدا اللي كانوا على إيمان وثبات ويقين ورسوخ في رسوخ الإيمان في قلوبهم، قلة جدا من بني إسرائيل. فخلى الأمر لمين؟ للسامري. فراح يمكر ويفسد على قوم موسى حالهم وهو عارف ان هم مذبذبين، وبدأ يزين ليهم عبادة الأوثان فأغراهم إلى ذلك، وجمع الحلي اللي استعرتها أو خدوها كمان نساء بني إسرائيل من المصريات قبل يوم الرحيل والخروج. هما كانوا متعودين نساء بني إسرائيل يستلفوا من المصريات وياخدوا الحاجة منهم بتاعت الذهب والفضة يتزينوا بيها في أعيادهم وبعدين يرجعوها تاني للمصريات، لكن هم خدوها وخرجوا بيها مع سيدنا موسى في يوم الرحيل لما خرجوا من مصر عشان يعبروا ويعدوا. وقال لهم السامري عشان بيوحلهم بقى عايز ياخد منهم الحلي دي، قال لهم إن هذه الحلي المسروقة تسبب لكم اللعنة. قالوا له ليه بتسبب لنا اللعنة؟ قال لهم هي سببت اللعنة اللي مش بتاعتكم أصلا وانتوا خدتوها وكان المفروض يعني إنها ترجع، وإن موسى احتبس عليكم بسبب ما عندكم من الحلي. فهيأ لهم أمر معين وهكذا بدأوا في جمع كل ما عندهم من الذهب اللي كانوا واخدينه من المصريات قبل خروجهم من مصر وادوه وأعطوه للسامري. فأخذها منهم جميعا ورمى بها في النار الشديدة عشان تسيح، وبعد كده صاغ لهم من ذلك الذهب عجلا جسدا، يعني عجل مصوغ من الذهب. ويبدو أنه صنعوا بطريقة معينة وبهندسة دقيقة، وهو ما كانش بعيد عن علوم المصريين اللي كانت موجودة في ذلك الزمان والمعارف الكبيرة اللي كانت عندهم، فعملوا بهندسة معينة بحيث أنه يدخل الهواء بطريقة معينة في هذا العجل فيعمل صوت فيتهيأ لهم أنه ده صوت حقيقي طالع منه. فبدأ يخور هذا العجل خوار البقر، يعني يعمل صوت البقر
وهو قدامهم لا بيتكلم ولا بيتحرك ولا أي حاجة. وفي لحظة مجرد أنه خرج هذا الصوت نسي بنو إسرائيل المخدوعون كل تلك السنين من العذاب اللي عاشوها في مصر على يد فرعون، ونسيوا جهاد سيدنا موسى لإنقاذهم من فرعون، ونسيوا نعمة ربنا عليهم اللي منها عليهم في هذه الصحراء، طير يكلوه وحلوى يكلوها وظلة تغطيهم سحابة ومياه تنفجر بعدد الأسباط كلهم، نعم كبيرة، واستنقذهم، ودي كانت نعمة النعم من فرعون وملئه. نسيوا كل ده، مجرد العجل أخرج صوت وراحوا أقبلوا على هذا العجل فرحين، أقبلوا على هذا العجل فرحين مستبشرين، وغواهم السامري بمكره وخديعته وسحره، حتى جعلهم يقولون، راحوا كده قاعدين قدام العجل ده فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. يا خبر، وما سألوش نفسهم هل التمثال ده اللي قدامهم، هذا العجل الأبكم ده ما بيكلمش، أحدث صوت فقط بطريقة معينة في هندسة تصنيعه أو في هندسة صياغته، يعني حتى لو أخرج صوتا أيصلح أن يكون ذلك إلها يعبد من دون الله؟ أيصلح أن يكون ذلك معبودا يتخذونه يعكفون عليه من دون عبادة الله تعالى الواحد الأحد؟ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ده بس صوت كده خرج، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. يعني ما فكروش هذا العجل المصوغ من الذهب لا بيتكلم ولا بيرد عليهم ولا عامل حوار معاهم ولا بيتحرك من مكانه، مجرد بس الصوت ده خلاص سجدت لهذا العجل وظننتم أنه معبود تعبدونه من دون الله، ده لا بيتكلم ولا بيرد عليكم ولا يهديكم سبيلا ولا يوجهكم إلى أي شيء، إنه الضلال والعمى اللي في قلوبكم، وأي ضلال هذا الذي هم عليه، وأي جهالة هذه التي هم غارقون فيها. ما اكتفوش باتخاذهم العجل إلها لهم، بل قالوا لبقية القوم: ده إلهكم، إله موسى، هو ده إله موسى، وإن موسى نسي إلهه هنا وذهب يعني حاشاه عليه السلام وراح يطلبه أو يبحث عنه في جبل الطور، وعكفوا على هذا العجل المصوغ من الذهب يعبدونه من دون الله تعالى، وبدأوا يعملوا له طقوس في العبادة، ومنها بقى من ضمنها أنهم يرقصوا حوالين هذا العجل المصوغ من الذهب وتعلقوا بهذا الصنم تعلقا شديدا، ونسوا كل الخيرات ولم ينتبهوا إلى أن مين اللي عمل، من الذي صاغ هذا العجل ده من الذهب اللي معاكم، واللي عمله السامري، وانتوا اللي عاملينه، هو عامله بإيديه قدامكم، فمن أين أتيتم بهذا الكلام؟ طبعا سيدنا هارون، سيدنا موسى عليه السلام، جعل القوم دول في أمانته، إنه عارف بني إسرائيل ما بيصمدوش، فقال لهم سيدنا هارون، بدأ بقى لقى الأمور خرجت عن النطاق المنضبط، وبدأ ينصح سيدنا هارون ويذكرهم كما قال الله تعالى: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم، بكلمهم بلطف، يا قوم إنما فتنتم به، انتوا ناسين من ربكم، ده فتنة ما تنجرفوش إليها بهذه السرعة، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، اللي انتم فيه ده امتحان، انتبهوا، انتوا مريتوا بالامتحان الأول، كأنه يذكرهم، انتوا مريتوا بامتحان الأول لما مريتوا على الأقوام اللي كانوا بيعكفون على أصنام يعبدونها من دون الله، وبعدين قلتوا لسيدنا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فلحقكم ساعتها سيدنا موسى وقال لكم إنكم قوم تجهلون. انتوا في امتحان برضو تاني لصاحب هذه الفتنة السامري، فانتبهوا، لقد أضللتم بهذا وأضللتم بعبادتكم لهذا العجل. وأكد ليهم سيدنا هارون بإن المستحق
للعبادة هو الله الرحمن لا إله إلا هو. ودعاهم وكرر عليهم مرارا وتكرار إنهم يقتدوا به في عبادة الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد. وقال لهم وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. عملوا إيه لما نصحهم سيدنا هارون؟ أبدا، أصروا بكل بلادة وكفر وعناد وعمى وضلال، أصروا على إنهم يعبدوا هذا العجل المصوغ من الذهب، ولم يستمعوا أو يسمعوا إلى قول نبيهم هارون عليه السلام. فقالوا له، قالوا هكذا يثبت القرآن ما صنعوا وما صنع سيدنا هارون، لأنه في افتراءات على سيدنا هارون نسبت إليه، إنما هذه افتراءات برأه القرآن منها. فردوا على سيدنا هارون الذي كان يدعوهم إلى أن يعودوا إلى عبادة الله الواحد الأحد، فكان ردهم كما أثبت القرآن الكريم. قالوا، أي قال القوم من بني إسرائيل لنبيهم هارون، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. إحنا مش هنسيب عبادة العجل لحد ما يرجع لنا موسى مرة تانية. وهكذا، وللمرة الكام دي، مرات كثيرة كذب موسى كما كذب قبلا، وما زال يكذب من بني إسرائيل. وصدق الله العظيم، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. صدق الله العظيم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام. واحفظنا بحفظك الذي لا يرام، يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين. أهلا وسهلا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناتنا قناة أن، ومشاهدي القناة الأولى المصرية، ومشاهدي الفضائية المصرية، وأهلا بكل مشاهدينا الكرام في كل مكان. سريعا نذكر بصفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة، ده اسم صفحتنا. بنستقبل كل الأسئلة الخاصة بحضراتكم على الصفحة، الإجابة في اليوم المخصص للرد على الأسئلة. بنذكر كذلك ب أيام اللقاء وموعد لقائنا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 5 بتوقيت جمهورية مصر العربية، وكمان إحنا من السبت للثلاث في رحاب التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم في شريف تلقي أسئلة حضراتكم على الهواء قدر الطاقة، بحاول أجاوب على أغلبها في ذات الحلقة. يوم الأربعاء هو المخصص للرد على أسئلة حضراتكم اللي بنستقبلها على صفحتنا. وكمان لو في أسئلة مثلا طلبها السادة المشاهدين على الهواء ومحتاجة بعض الوقت، فبرضو بنرجئها ليوم الأربع، وبنعرض يوم الأربع كمان فقرتنا المباركة، فقرة كتاب قلوب عامرة، بالقراءة بتاعتنا فيها برواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل. هناخد بسرعة شيماء، وإن شاء الله بعد الفصل ناخد أسئلة تانية. يا أستاذة شيماء،
ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيك يا دكتور؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا شيماء، الحمد لله. بس يا دكتور انا هختصر حضرتك، انا لسه عارفة من قريب اللي كنت متجوز عليا، هو تقريبا كان مخبى عليا بقاله سنة ونص. فحضرتك انا طبعا معايا وصي وانت عارفة وكده. فالمهم انا الشخص اللي متجوزه طبعا هو كان مانع خالص اللي هي تقول لي او انا اعرف حاجه، وكمان ما حدش يعرف اصلا الموضوع ده لا من اهلي ولا من اهلي. فهي الشخصه ديت طبعا قعدت تعمل حركات كده على الواتس والكلام ده، ما عرفتني. رحت انا عرفته كده اهوت، فهو دلوقتي متشتت، هو يقول لي لا انا طبعا انا بقالي 12 سنه متجوزاه ومعايا 3 عيال منه. فهو دلوقتي محتار، عشان المفروض في عيل جاي في الطريق. في ايه؟ في طفل جاي في الطريق المفروض. منك ولا من التانية؟ لا منه، من الأولانية. من قصدي سوري، أنا أسفة، من التانية، معلش أنا متوترة. لا ما فيش مشكلة، من الزوجة التانية. اللي هي يعتبر اللي لسه هو متجوزها قريب. طبعا. فأنا لما عرفت هو كان خايف طبعا اللي أنا أعرف. فهو قلت له يعني يا هي أنا مش هتقبل ده طبعا، مستحيل. راح قال لي لا طبعا أنت وولادك. فهو دلوقتي هو بيحير وعمال يقول لي اصبري شويه عشان المفروض الطلاق. لا انت كمان ما ينفعش تقولي له يا ناهي. لا ما هو انا مش هقدر اتقبل ده عشان انا يعني ده مقدر. اختيارك، اختيار، اختاري حاجه، لكن ما تقوليش يا ناهي. لا عشان ما انا قلنا يعني مش عايزين نفتكر. هو مش عايز قولي لي. هو مش عايز يفرط فيا ولا في عياله، عشان احنا بقالنا 12 سنه متجوزين. اكيد. فهو طبعا هو لسه طبعا دي بقالها، هي بقالها فتره اصلا، يعني هو ذات نفسه قاعد يقول لي انا ما اعرفش عملت كده ازاي، انا ربنا يغفر لي، انا ما اعرفش، انا مش عارفه كانت عامله لي ايه، عامله لي عمل ايه، الكلام دوت ما علينا. فانا طبعا الحاجه دي جوايا حزينه قوي. انا قولي لي السؤال يا سيماء. طيب انا دلوقتي بقول لي يعني هي، فالمفروض دلوقتي انا بحاسب عليها، اقول حاجه الله ونعم الوكيل. بس انا عايزه اعرف دلوقتي انا اشيل ذنب وهو يشيل ذنب كده الطفل اللي جاي ولا لا؟ حاضر، هرد عليك. السؤال التاني سيبيه معلش مع تسنيم، هنطلع الفاصل وبعد الفاصل هنكمل ناخد أسئلة حضراتكم كمان إن شاء الله. اهلا وسهلا بكل مشاهدينا الكرام، مستمرين في ان احنا بناخد أسئلة حضراتكم على الهواء. معانا أستاذة هبة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا برغم الحزن الشديد اللي عندي، لكن أنا سعيدة جدا إن أنا بتكلم مع حضرتك. أهلا بيكي، ولا أحزن يعني الله قلبك أبدا. الله يخليك يا بنتي يا رب. أنا يعني أخذت كل أجوبة في الفترة الأخيرة ديت من حضرتك عن طريق أسئلة الناس. الحمد لله الحمد لله. بركز دلوقتي بس عشان أقول لك المشكلة باختصار. أنا معاكي. يعني ربنا عطاني في الدنيا ولد وبنت ونعم الأخلاق والتربية وكل حاجة الحمد لله. اللهم زوجة بارك ابني فيه. كان في مشاكل تجاوزتها عن طريق ردود حضرتك للناس. الحمد لله. المشكلة دلوقتي بقالها سنتين. مع مين؟ مع زوجة الابن. مع زوجة الابن. من غير مشاكل يعني أنا يعني من غير مشاكل، هي حرماني من أحفادي منها. بحاول زي ما حضرتك بتقولي الناس ان انا اصل الرحم اللي بيقطع. نعم. هي ما بتتكلمش معانا خالص. حقيقي ابني معانا على طول وبقايد بكل واجباته، هي سايبها تختار اللي هي بتعمله. خلاص وانت كمان انت اهم حاجه تشوفي ابنك واحفادك، ده حقك. ما بشوفش احفادي بقى، هي حرماني من احفادي. ما هو ده دور الابن يعني. كل واحد بيقول لي كده انا بخش عليه من هو مش عارفه اعمل ايه يا دكتوره والله. يعني اي حد بيقول لي ابنك يعني ان هو يبقى له دور. طبعا. مش عارفه والله يا دكتوره. انت شايفاها قويه عليه يعني؟ لا هي مش قويه عليه، هي الظروف لها ظروف وفاه. والدتها توفت. وطول عمرها هي لها طريقة معينة في المعاملة، كنا بنحترم ده علشان نحافظ على العلاقة الزوجية اللي بينا. يعني بقينا نيجي على نفسنا، فهي كانت ما تبقى عايزة مننا حاجة بتتقرب لنا، مش عايزة بتبعد. بحسب الفترة الأخيرة بعدت عننا، مش عارفة أي سبب. وحاولت أقف جنبها في وفاة والدتها، يعني تعاملت معايا بطريقة
معلش. صعبة جدا. معلش معلش ما تزعليش. ودلوقتي طباع طباع وثقافات وتربية وحاجات كتير. أولا هي تربية كويسة جدا ومثقفة وعلى علم وكل حاجة. معلش هي برضو ممكن بتبقى مع التربية أجواء نفسية معينة، ما تعودتش على صلات اللي يجب أن تكون ليهم صلات، ممكن التربية تكون قاصرة في بعض النقاط يا ست هبة. وبعدين بقى صعب عليا جدا أن أنا أتصل بأحفادي ما يردوش عليا. أتصل بيه. أنا إحنا الأمور لازم لها حزم شوية، وأنه كل من له حق طالما اللي قدامي بيجور ويعتدي لازم يبقى لي سياسة في التعامل. ربنا إن شاء الله يلهمنا الصواب يا ست هبة. حاضر. أم تسنيم. ازيك يا دكتوره ناديه؟ السلام عليكم. اهلا يا ست ام تسنيم. وعليكم السلام. انا بقالي 3 أسابيع بحاول اتواصل مع حضرتك وماليش بخت. يا خبر ابيض، لو اعرف كنت انا كلمتك. يا رب يبارك لك يا دكتوره ناديه. وبعدين اي حد يجد الرقم، الارقام بتبقى غصب عننا بيبقى في ضغط عليها. ما انا عارفه والله. نبعت الرقم على الصفحه، احنا بنتكلم حضراتكم على طول، اللي مش عارف يوصل لنا. هو فعلا استاذ اللي رد عليا، هو بصراحه راح ردد عليا، يعني رد رجع عليا الاتصال تاني. الحمد لله. ربنا يبارك لك يا دكتوره ناديه. اتفضلي ست. بصي حضرتك، انا عندي سؤالين ووالدتي لها سؤال، بس انا يعني هقول سؤال والدتي. طيب. السؤال بتاعي اول واحد، يعني حضرتك كنت سامع حضرتك بتتكلمي عن قطيعة الاخ او الاخت، حضرتك بتقولي حتى لو هو مش بيتواصل انت برضو ايه، او انت برضو ايه صل الرحم واسال وكده. فانا نعم. دلوقتي يعني اختي مقطعانه بقى لها فتره كبيره، وبرضو جه مناسبه العام الجديد رحت بعت لها برقيه كده كل عام وانت بخير واختي حبيبتي والكلام ده، برضو ايه شافتها وما ردتش عليا. وطبعا هي مغيره رقم تليفونها وما اعرفهوش بصراحه، يعني هي غيرته مع نفسها ومش مديها لحد فينا. طب وانت عرفتي منين الرقم الاخير ده؟ ما انا رقم اختي، يعني لا مش الرقم الاخير، هي يعني قصدي حضرتك يعني بعتي البرقيه دي على ايه؟ على الواتساب؟ على عندها هي زي صفحه التيك توك كده، في زي محادثات برضه عليه. فانا بعت لها ان ده شغال على الرقم القديم بتاعها يعني، لكن بعت لها وهي شافتها وما ردتش. هي شافتها وما ردتش. السؤال ان انا استمر في انا كده عليا ذنب منها من ناحيتها. السؤال الثاني بقى، هل كانت هناك مشكله يا ست ام تسنيم وانتوا ما حلتوهاش؟ انتوا ما حلتوهاش؟ انا ما فيش بيني وبينها اي مشاكل. هي بس هي ما تعرف، هي عايزه تبقى معذوره مع نفسها كده، مش عايزه تكلم حد ولا تقرب من حد. فهي الله يسهل لها، الواحد يتمنى لها كل خير، بس هي الفكره كلها ان انا ببقى الواحد برضو بيحن ونفسي ان انا اكلمها واطمن على العيال وكده. اكيد اكيد. حاضر يا ام تسنيم. سؤال بقى الست الوالده. لا ما انا معلش سؤالين ووالدتي سؤال، فالسؤال الثاني ليا انا معلش. انا اسفه، انا دلوقتي جوزي كان في مشاكل بيني بسبب ايه، ان هو عايزنا نروح البلد بس على شروط، اللي هي ايه بقى؟ انا عايزك تروحي عشان ايه؟ عايز اروح البلد على شروط. يروحك فين؟ معلش انا مش فاهمه. اروح البيت عندي، انا ساكنه في المنيا. يعني انت غضبانه؟ يعني انت غضبانه عند اهلي؟ مش غضبانه، لا لا لا، انا قاعده عادي بالرضا وبالحب، ما فيش اي حاجه، بس هو روح وايه وربنا كرمه بشغلانه هناك وكده، وعايزني بقى ان انا ايه اروح يعني. بس بيقول لي يعني انا عشان معايا حضرتك عيله لسه ما كملتش السنه، فنومها بالليل بتنام متاخر والسهر. طب معلش يا ام تسنيم، ممكن يبقى ايقاعنا اسرع في السؤال عشان الوقت. معلش انا اسفه. هو يعني الاختصار الكلام ان هو بيشرط عليا ان انا اروح عشان يعني عشان يعني لازم اروح قصاد ان انا ايه لازم كل يوم انزل لوالدته الساعه 9 الصبح. امر يعني تنزلي لها 9 الصبح ليه؟ اللي هو عشان يعني اشوف طلباتها واخدمها والكلام ده كله، وانا بقول له ان انا غصب عني، انت عارف ان معايا عيله وبتنام متاخر وما اقدرش ان انا اصحى بدري قوي كده. لكن انت ما عندكيش مشكله تنزلي لها يعني، مش لازم 9 الصبح. العقبه كلها ان الطفله ان هي بتنام متاخر. فيعني معلش لكن انت المبدا عندك مش مرفوض. عادي انا مش كارهه والله، واحب انا الواحد بيخدم الغريب مش هخدم حماتي. تمام ربنا يكرمك. فالمهم رحت ايه، راحت هي رايتها وصل لها الكلام ان انا يعني بتكلم معاها بقول له ان انا مش مجبوره، يعني الشرع والدين ما بيقولش ان انا اخدمها امر، ده حب وواجب عليا يعني ان انا عشان بحبها. من باب الفضل. نعم. فطبعا هو الكلام وصل لحماتي، راحت هي متصله بيا بصراحة سمعتني كلام كتير وحش وضايقتني بالكلام، وعيش عيش أهلك ويلي 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 وكلام بصراحة كتير، وراحت قافلة معايا الخط. فدلوقتي أنا مش عارفة يعني، أنا دلوقتي لما بكلمه بقول له أنت مالكش دعوة بأمور البيت، يعني شؤون البيت دي مالكش دعوة أنت بيها، إن هو أنا ربنا يقدرني أنا هحاول أنا هراضيها وآخد بخاطر أموري معاها. فأنا كده برضو عايزة أعرف ده جوابه إيه.
طيب السؤال بتاع والدتي بقى معلش اخر حاجه، ان هي بتقول لحضرتك يعني ان هي ست، يعني انا عمري ما يعني ما حدش بيشكر في امه، بس حضرتك اكيد عارفه الامهات كلها حنينه على عيالها والكلام ده كله، فهي يعني مراعيه اخويا ده راجل متجوز ومعاه 3 عيال وساكن جنبها هنا، بس ما بيكلمهاش الا لما بيكون عايز مصلحه، عايز منها حاجه، ما بيسالش عليها، ما بيجيش يودها، ولو جه يوم في الاسبوع بيجي قاعد لما اقصد يعني قاعد بيبقى زي الكرسي، ما بينطقش، ما بيتكلمش، ما بيسالش على امورنا، انا مثلا عامله ايه، انت كده. السؤال بقى فهل هي كده عليها ذنب برضو ان هي برضو يعني بتعمل كده، وبرضو ما فيش وكلمته كتير، كلمته كتير قوي يعني فوق ما حضرتك بصي يا متسليم، اصل الحنان ما حدش بيشتريه، يعني الحنان والبر ده حد بيشتريه، بننبه اليه، لكن ما لازم الشخص يكون شاكر لاصحاب الفضل عليه. شكرا يا ست ام تسنيم. هنطلع الفاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله نبدا في الرد على اسئله حضراتكم باذن الله. اهلا وسهلا بالساده المشاهدين الكرام. شيماء كان بتقول قبل الفاصل ان هي عرفت ان زوجها يعني متجوز عليها بقاله سنه ونص، وبعدين بتقول هي واجهته بهذا الامر، الزوجه الثانيه دلوقتي حامل، فقالت له يا انا يا هي، وبعدين بتقول ان انا بقول حسبي الله ونعم الوكيل، فهي هي لما طلبت بتقول له يا انا يا هي، هل هي بتشيل ذنب هي كمان؟ سيدتي الفاضل، لو اخطا الزوج في عدم الاخبار بانه هيتجوز او انه متجوز، فانا لا اعتدي في رده الفعل. انت شرع مديك حريه الاختيار، المنضبط شرع، مش المساله كده يعني. وما يصحش ان انا ادعو عليه ولا اقول حسبي الله ونعم الوكيل على الزوجه الثانيه، لانه لا ذنب لها ولا على المولود. اللي بيدي عقده النكاح الرجل، هو اللي راح وتقدم لها وتجوزها وعقد، يعني عقله كان معاه يعني. فأنا دلوقتي اللي بطلبه من حضرتك إنك أنت ما تقوليلوش يا أنا يا هي، لا، هو اعتدى على حقي بأنه لم يخبرني، فأنا لا أعتدي على حق الأخر ولا أضيعه. لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها. يعني النهاردة أنا بقول له لازم تطلقها قبل ما ترجع لي، يبقى أنا في الحالة دي بشترط يا أنا يا هي اللي أنت بتقوليها، يروح يطلقها والتانية حامل وفي طفل جاي، فأقع في ظلمها وظلم من في بطنها. طب وأنا ذنبي إيه؟ الذنب مش ذنبك، الذنب ذنب الزوج اللي راح خد هذا القرار دون دراسة ودون رجوع إلى أهل الفكر اللي يقدروا يساعدوه برأي، هل انت تقدر على بيتين؟ انت بتقولي هو متشتت بيني وبين، يعني هو خد قرار لم يدرسه. انت بقى تسحبي نفسك، مالكيش دعوه تقولي له اعمل وتسوي، زي ما هو عمل المشكله بتاعته هو اللي يتحمل ازاي يحلها. انت مش قادره تكملي معاه، لك حق طلب الطلاق، لكن طلقها عشان ترجع عندي لا، ما انت ما فيش مؤمنه تقول كده. امر صعب على نفس المؤمنات طبعا، وهو من الامتحانات في الدنيا. فأنا قادرة أكمل أكمل، مش قادرة أكمل ما أقولش يا أنا يا هي، أصبر بقى لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، أو إن أنا آخد قرار واضح لكن ملوش هذا القرار علاقة بحق هذه الأخرى اللي زوجك راح تزوجها. هو خد قرار وهو اللي بإيده الأمر، هي ما راحتش خدته من إيديه غصب عنه تتجوزه، يعني هو رايح واخد القرار، نسأل الله السلامة. فاسألي الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد إلى الرأي الصائب ليكي، وإلى الرشد في الفكر والقول والفعل، وأسأل الله السلام. الأستاذة هبة بتقول إن في مشكلة بقالها سنتين مع زوجة الابن، وزوجة الابن متعمدة إنها ما تخليش أولادها يشوفوا جدتهم، وهي الجدة أو حماتها يعني زعلانة جدا. هي طبعا لو زوجة الابن تعمدت هذا الفعل فهي آثمة. أحيانا بتكون في ظروف تمنع زوجة الابن، فإن لم تكن هي ظروف وكان التعمد إلى إيذائك وإلى هذه القطيعة بأنها تمنع ولدها يشوفوا جدتهم، فهي آثمة واسمها عظيم.
أنا في الوضع ده لابد فيه من الحكمة والناس العقلاء. ما هو أكيد ربنا برضو برحمته بيخلي حوالينا بعض من الناس أصحاب حكمة، أصحاب عقل راجع، أصحاب رأي سديد بتوفيق الله سبحانه وتعالى. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا عظيما. طب أنا أعمل إيه؟ أشوف حد تكون هي بتسمع له يتكلم معاه. ما كانش الدور اللي أنا شايفاه أكثر من وجهة نظري المتواضع، أنا بادية بالأبعد شوية، الأقارب، الصداق، الأصدقاء، حد هي بتسمع له شوية، ما كانش لأنه أنا مش عايزاك تبقي في صدام مع الابن وهي، لكن أنا شايفة كوجهة نظري أنه الابن هو اللي يقولها الولاد لازم تشوفهم جدتهم، خليها براحتها في بيتها ياخد الأولاد يزوروا حضرتك إن شاء الله مرة في الأسبوع، ساعة ساعتين اللي تتفقوا عليه، بس أنا لازم أكلم ابني أقول له يا ابني من غير صدام. بس هو ده اللي أنا شايفاه حل في هذا الأمر، يجيب ولاده معي يشوفوك. ونسأل الله مع الدعاء دوام الدعاء بصلاح الأحوال، القلوب دي يعني بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى، فندعو الله سبحانه وتعالى بصلاح الحال وإنه يهديها وإنه يصلح حالها ويبقى الأمور بالراحة وبحكمة عشان ما يبقاش الابن فيه ضغط وما بين حضرتك وما بين هذه الزوجة اللي بتتصرف تصرفات محتاجة مراجعة. نسأل الله السلامة. ست أم تسنيم بتقول إن إحنا كلمنا عن قطيعة الرحم وإن ليها أخت، الأخت دي مقطعاها ومن فترة، وبعدين بعتت لها هي رسالة عبر وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي وهي ما ردتش عليها، بقول لها في مشكلة كانت موجودة، قالت لم توجد مشكلة بيني وبينها لكن الدم بيحن، عايزة أسأل عليها. جميل، التواصل من حين لآخر لك فيه أجر وثواب، إن أنا نيتي صلة رحم ونيتي أوصل من قطعني زي ما نيتي أعطي من حرمني. ده السعي نحو الكمالات الأخلاقية، والنبي عليه الصلاة والسلام جعل خلاصة رسالته إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وصالح الأخلاق في رواية أخرى. فده اللي احنا عايزين نسعى إليه، وهذه الكمالات الأخلاقية تسعى بالإنسان المؤمن إلى تلقي الأنوار، ولأنه يستقيم عليها ويجعل الله له نور يمشي فيه يضيء للإنسان حياته، لأن حرصي مش إرضاء خلق، حرصي إرضاء الخالق سبحانه وتعالى، وإحنا بنعامل ربنا سبحانه وتعالى. طب أنا بوصلها وأرسل لها برسائل أو أرسل لها بالهدايا أو إن أنا بحاول أوصل لها عشان أقول لها لازم ندوب الجفاء ده، نزيل هذا الجفاء اللي ما بيننا، وهي بتقطع هي بتقطع، لا ذنب عليك. والسؤال من حين لآخر استمري عليه كما أنت، وربنا يصلح الأحوال، وندعو الله تعالى بصلاح الأحوال. أنا عارفة أن الوقت خلاص. طيب نسأل الله السلام. أم تسنيم فضل الله سؤالين إن شاء الله، بس أم تسنيم سريعا كده أقولك يا أم تسنيم خليكي بحكمتك كده مع الزوج، قولي له سيب الموضوع ده طالما أنت قابلة بإن خدمة حماتك، قولي له سيب لي الأمر ده أنا هرتبه مع حماتي وأنا هطيب خاطرها، بس عشان أنا بسهر مع البنت. أنت تروحي تقولي لها الكلمتين دول، يا حماتي أنا أول ما أصحى من النوم هنزلك طالما انت اتفقتوا انتوا الاثنين على كده، وانت مش ممانعه في هذا الامر، وسالي الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري. فيسال الله يسال الانسان ربه تيسير اموره يا صاحبه السؤال، ونستمر في ود هذا الاخ ونعامله بالحسنى، ونسال الله سبحانه وتعالى له الهدايه. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك، نسألك نصرا عزيزا، نسألك فتحا مبينا، نسألك عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير. نسألك
نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وأن تدفع عنا يا مولانا كل الفتن والآفات، وأن تقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا الله، يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان وسائر بلادنا اللهم فرجا ومخرجا، اللهم فرجا ومخرجا، اللهم فرجا ومخرجا بحق، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. أستودعكم عناية الرحمن الرحيم.